برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، أقيم بمرفا البحرين المالي حفل تدشين استضافة مملكة البحرين للجولة 3&3 العالمية لكرة السلة، والتي ستقام في شهر نوفمبر المقبل لأول مرة على أرض مملكة البحرين. حضر الحفل سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة المنظمة، وعددا من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته الكبيرة بتدشين استضافة مملكة البحرين 3&3 للجولة العالمية لكرة السلة بتعاون ثلاثي بين اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد البحريني لكرة السلة والاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الدولية والتي تعزز مكانة البحرين على خارطة الرياضة العالمية. وأضاف سموه إن مملكة البحرين تواصل تنظيم الأحداث الرياضية الجديدة، ومن بينها الجولة العالمية لكرة السلة التي تكتسب شعبية وأهمية كبيرة على المستوى العالمي. وأكد سموه أهمية توفير مختلف عوامل النجاح لاستضافة الحدث العالمي وتضافر جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأجهزة الإعلامية بمختلف فئاتها لإبراز الحدث بالصورة اللائقة والمشرفة، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية على تقديم كافة الدعم والمساندة لإنجاح الحدث. كل الشكر لسمو الشيخ خالد بن حمد على حضور الفعالية اليوم. الحمد لله اليوم كان عندنا حفل التدشين لجولة 3&3 العالمية. الحمد لله هذه البطولة أول مرة راح تقام على أرض مملكة البحرين، بالعكس احنا متوقعين أن البطولة راح تكون بطولة متميزة، ويعني ما شاء الله الحضور والإقبال كبير على هذه البطولة. ولعبة كرة السلة 3&3 تطورت على السنوات الأخيرة، أصبحت لعبة أولمبية ولها اهتمام ولها شعبية كبيرة. هي أول مرة تقام فعالية تحت الاتحاد الدولي 3x3. طبعا لعبة كرة السلة يمكن لها أقوى جمهور في مملكة البحرين، فصراحة متفائلين أننا بنستضيف هاي البطولة.